سيدي اليوم وبصعوبة حتى قدر الطبيب الشرعي يحدد أنه المغدورة أو الحامل، وكون المغدورة كانت الزوجة السرية لأبو ريان فممكن يكون الموضوع مرتبط ببعضه. وسيدي أنا بحاجة لصلاحيات أكبر حتى كفي التحقيق وفتش بيت أبو ريان. مفهوم. أنا بتصرف. أغياد، نشفت لي دمي ها؟ موعد طيارتي بعد ساعتين، شو مشان بعدين؟ ما في أبسط منها. بتروح وبتبعت ورا أختي أم مريم شي سنة، سنتين، ثلاثة، جولة سياحية. وبس أقول لك أنا رجع بترجع. بهالوقت تبعت لي مصاري لحتى لمع لك اسم جمعية الرحمة الخيرية المدعومة والمنشأة من صاحبها رجل الأعمال الوطني هيثم ربيعة. الشعب عنا إذا بتاكل البيضة وبترمي له التأشيرة بيستكتر بخيرك وببوس إيدك والشقفة، وبعد كم سنة بترجع وبتكون طارب العالم مني إنه رجل الأعمال الوطني ما رضي إلا ليرجع على هي البلد ضمن الظروف الصعبة ويحط كل مصاريفيها. شلوني معاك؟ ابن حرام بعرف شو ده. أول شو الفيلا مليح يا ابني. أمرك سيدي. وين لقيته؟ درج غرفة النوم سيدي. خذوه يا ابني وطابقوا لي حجم ونوع الطلقة مع الموجودة بجثة المغدور فيصل. أمرك سيدي. يلا يا ابني.